أتقاسم مع أيامي خبز الترحال، كؤوس الفرح، شموخ الحلم، وتؤنسني في كل طريق. قدمت عمرك للأحلام قربانا، لا خنت عهدا ولا خادعت إنسانا، والآن تحمل أحلاما مبعثرة. هل هان حلمك أم أنت الذي هان؟ السقف ينزف فوق رأسي، والجدار يئن من هول المطر، وأنا غريق بين أحزاني، تطاردني الشوارع للأزقة للحفر. قالت سأرجع ذات يوم عندما يأتي الربيع، وجلست أنظر نحوها كالطفل يبكي غربة الأبوين كالأمل الوديع. تتمزق الأيام في قلبي ويصفعني الصقيع. من أي بوابة من بوابات الجنة أستاذ فاروق جويدة بيجيب لنا هذه الكلمات. خلونا نرحب بكاتبنا وشاعرنا الكبير جدا أستاذ فاروق جويدة، اللي يا بختنا إنه شرفنا النهاردة. ربنا يخليك. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيك. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. أولا خليني أشكر حضرتك على إنه قبلت دعوتنا. لا أبدا. وأشكرك على إنه جاي لنا وإحنا بتوع الليل وآخره. لا. فإحنا متعبين أنا عارف. لا أبدا. نورتنا أستاذ. الله يخليك. أستاذ فاروق، أنا من الناس اللي ما أظنش إنه بالضرورة يكون في تعارض ما بين الصحافة وما بين الشعر والأدب، لكن أستاذ فاروق بدأ بالصحافة، يعني تخرج من الصحافة ودرسها، ثم عمل بالصحافة من وهو في الكلية. وحياتك قلت لي حاجة أنا ما كنتش عارفها، قلت لي أنا كنت في روزة زمان وبعد التخرج رحت للأهرام. أول حاجة احكي لي حكاية روزة دي يا أستاذ فاروق. الحقيقة أولا أنا عايز أقول للمشاهدين كل سنة هم طيبين، وأنا سعيد أولا إن أنا أكون معاك في القناة الأولى اللي احنا كلنا بنعتز بيها، تلفزيون مصر العريق. يعني أنا ابتديت في روزة اليوسف وأنا في أولى جامعة. رحت الروزة، والروزة دي كانت تحس كده إن هي مدرسة للي ملوش هوية لسه، يتشكل بقى وتسيبه، يعني هي تديله وهجها وخبرتها وبعد كده ينطلق. حلو. فروحت روزة أقول لهم عايز أتدرب عندكم، وفعلا رحت وابتديت. كان محمود المراغي وصالح مرسي ووالدك رحمة الله عليه، الله يرحمه يا رب، وكان منير عامر الله يرحمه، وكانت وفتح خليل، يوه كلها التركيبة، وأستاذ حمروش، وكان الأستاذ حمروش. المهم إن أنا قعدت يعني من الأسابيع الأولى كانوا بينشروا لي، اسمي بينزل على تحقيقات، لدرجة إن أنا في يوم من الأيام لقيت مكتب بيسأل عليا مين؟ قالوا لي ده مكتب الرئيس جمال عبد الناصر. أوبا. الله. مين يا جماعة؟ قالوا الأستاذ سامي شرف الله يرحمه. الله يرحمه. ده قبل التخرج. ده قبل التخرج، يعني تقريبا 64 65 بالظبط كده. المهم ان انا فعلا كلمته، قال لي انت كاتب موضوع عن مخالفات وسرقات وبتاع، والرئيس طلب ان نحقق في الموضوع ده. وانا حولته للجهاز المركزي للتنظيم والاداره. كان في رئيس الجهاز استاذ حلمي السعيد، رحت له
طبعا طالب لابس يعني قميص وبنطلون يعني قميص شاب، قال لي الله ده انت صغير قوي. فالمهم حولني على الجهاز، كان فيه جهاز تفتيش في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفعلا بدأوا يحققوا في الموضوع وحبسوا الراجل على طول كده بتحقيق صحفي. فالحقيقة يعني دي كانت بدايتي مع روزة. يعني بعد كده طبعا بدأت أنشر فيها وفي صباح الخير، وكانت فترة ممتعة لأن روزة مؤسسة لها طعم. صحيح، كل حاجة فيها لها يعني تحس وما بتتنسيش أبدا أبدا. لا ما بتتنسيش. بعد كده قعدت معاهم 3 سنين تقريبا، بس كان الظروف المادية لا تسمح، ولقيت رئيس القسم الدكتور خليل صباط رحمة الله عليه في المحاضرة في آخر محاضرات الليسانس بيقول لي تروح الأهرام. قلت له إيه؟ هو ده سؤال يعني الأهرام مرة واحدة؟ الأهرام ده احنا كنا بنفوت اتجاه الأهرام القديم كان طبعا. ورحت الأهرام وقابلت الأستاذ هيكل. طبعا تخضيت وأنا بقابل الأستاذ هيكل طبعا، وقال لي أنا يعني إيه رغبتك إنك تشتغل في الأهرام؟ قلت له والله أنا عندي 3 أسباب موضوعية بس فيهم سبب غير موضوعي. أوكي. السبب الأول إن أنا يشرفني إن أنتمي لأسرة الأهرام، وهو في حد يعني الأهرام جامعة شعب. صح. أنا كان عندي فرصة إن أنا أبقى معين. قلت له السبب الثاني إن أنا يسعدني أن أعمل تحت رئاسة هيكل الكاتب، حد التاكد. قال لي إيه السبب الثالث بقى؟ قلت له عندي إحساس ما غير مبرر إن أنا ممكن أكون كاتب كويس في يوم من الأيام. إحساس غير مبرر. أصل إيه المبررات وأنا لسه. أستاذ هيكل كان رد فعله إيه؟ هيكل قال لي اطلع امضي العازف على طول بقى على طول. طيب أنا هستأذن حضرتك أستاذ فاروق، هروح لفصل سريع جدا وعايز أرجع نكمل الكلام ونكمل برضو شوية ذكريات كده، لأن في حاجات كتير لافتة للنظر على الأقل في الكام دقيقة اللي فاتوا دول. نروح للفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كاتبنا وشاعرنا الكبير الأستاذ فاروق جويدة. استنونا بعد إذنكم. اهلا بحضراتكم مره تانية. بصوا انا كنت بضحك من قلبي من شويه علشان استاذ فاروق يعني حقق كان بيدردش معايا وبيحكي لي، وممكن حتى نتبادل جزء من الكلام ده واحنا قاعدين مع حضراتكم بقى كده على الهوا. احنا كنا بنتكلم على الاستاذ فاروق جوه الاهرام والقامات، بقول له استاذ فاروق وحضرتك تدخل الاهرام تلاقي زكي نجيب محمود وتلاقي نجيب محفوظ وتلاقي يوسف ادريس. قال لي انت كل ده ليه حواديته، وحكى لي بقى على حاجه يعني زي اللقاء الخميس كل يوم خميس مع الاستاذ نجيب محفوظ. فهنا هرجع على انه قلت لي انا لما توليت الاشراف على الصفحه الثقافيه بالاهرام فكنت بتتعامل مع مجموعه تخض يا استاذ فاروق. هي فعلا كانت تخض، بس كانت عامله لي الفه لان انا يعني ما اعرفش ازاي. ادريس واحسان وتوفيق الحكيم وبنت الشاطئ وزكي نجيب محمود ويوسف ادريس، ايه كل ده؟ كل ده كان موجود. وبعدين كنت تشوفهم يوم الخميس بقى وهم بيتناقشوا، كنت انا اخد كرسي على جنب كده واقعد اتابع. والحقيقه الصفحه يميها
عملت جو ثقافي لأنها كانت أول صفحة ثقافية يومية في الصحافة العربية. فكانت عندي هذا الرصيد أولا من الكتاب الكبار طبعا، وقدرت أكسب ثقتهم وأدعي برضو شيء من تقديرهم في هذا الوقت، رغم أن أنا يعني سنوات العمر كانت لسه، لكن أنا كنت مريت قبل كده بيبقى أن أنا اشتغلت محرر اقتصادي، كنت بقى وعرفت كل رجال الاقتصاد في مصر، دكتور القيسوني وحجازي والمجموعة دي كلها، وبعدين يوسف السباع مجال الأهرام بعد الأستاذ هيكم لما مشي بقيت سكرتير تحرير الأهرام مركزي اللي بيديروا الجورنال بالليل. وبعدين علي حمدي الجمال عرض عليا بقى ان احنا نعمل صفحة ثقافية، وابتديت اعمل الصفحة الثقافية. كتبت عبد الوهاب وكتبت جهان السادات، يعني بجانب كتاب الاهرام الكبار دولا كنت من بره كمان بحاول اجيب الاسماء التانية اضمها للكتيبة دي. لكن الحقيقة يمكن ده كان من الحظوظ الكويسة بالنسبة لي، اولا ان انتسب للاهرام القلعة الكبيرة دي طبعاً، بإمكانياته كمان وظروفه طبعا، يعني أنا سافرت دول العالم كلها من خلال الأهرام. وحتى ما ابتديت أنشر شعري كان من الأهرام، يعني فكان عبد الوهاب يقول لي إن أكبر وأجمل فاترينة في العالم العربي هي أم كلثوم، كل واحد يحب يعرض فيها إنتاجه الفكري. ولذلك أنا كنت أقول للأهرام هو أجمل وأقوى فاترينا لأي كاتب طبعا، لأنه إمكانيات مهولة. وبعدين أهرام في أحجام المرضى، يعني ما فيهوش هزار. حتى حضرتك وإحنا أنا كنت بضحك لما قلت لي وكنا بعد يوم الخميس أحيانا أوصل الأستاذ توفيق الحكيم بعربيتي لأنه فروزة رزع على قدها ما نعرفش نجيب من وراها عربية. الأهرام كان ينفع. لا الأهرام كان ينفع، فده برضو كان من ال. وعلى فكرة هقول لك يا يوسف، أنا ما زلت بفتقد هؤلاء الناس على المستوى الشخصي. يعني سايبين فراغ لدى الأستاذ فاروق، فراغ مش بس لدى الوطن، إنساني فراغ جوايا أنا شخصيا. وكنت بحس بوجودهم إن دول المظلة لينا كلنا، وكنت بحس كمان إن أنا بنتمي لهؤلاء الناس، أنا كوطن، إن أنا عندي هذه القامات طبعا، إن أنا عندي هذه الأسماء. فلما كنت بقدم نفسي جنبه، يعني هقول لك حاجة، أنا عملت الصفحة الثقافية سنة 78 قعدت شهر كامل ما كتبتش فيها اسمي. ياه. كل الكتاب الكبار قدمتهم، وبعدين على استحياء بقى بدأت أعمل بوكس صغير لي تحت كده أحط عليه اسمي. وكنت بعتقد إن أنا البوكس الصغير ده ودول المضللين عليا بيديني إحساس أولا بالقيمة قوي وبالأمن قوي، وبشيء إحنا بنعتز به إن مصر هي مصر. أنا هروح للفاصل يا فندم، بس عايز أرجع بعد الفاصل لو سمحت لي أفكر مع حضرتك في إنه دي بتبقى نقطة ألم لدى اللي أصدقاء كبار، يعني أصدقاء حضرتك هم الجيل الأكبر من حضرتك، ودي بتبقى حالة مؤلمة جدا. ده صحيح، لأن شعور الفقد هنا بيتعاظم في سن مبكرة جدا. ده صحيح، تفقد أصدقائك وأنت صغير السن. ده صحيح.
لا انا لازم افهم ده. خد بالك احنا بنتكلم على صاحب تجربه، بنتكلم على واحد من اهم شعراء العربيه المعاصرين، فمساله الاحساس والعلاقه ما بين الاصدقاء في وجود فارق جيلي متسع مؤلم. فاصل ونكمل الكلام. ما أجمل أن أجد امرأة في ساعة موتي تحييني. في ليلة حزن وحشية، امرأة في ليلة حزن تعبر في صخب العربات، وأنا والليل وقنديل وطريق مات، ما عاد يحس بأقدامي. هل تسمحين بأن ينام على جفونك لحظة طفل يطارده الخطر؟ إني سأرحل عندما يأتي قطار الليل. لا تبكي لأجلي، لا تلومي الحظ إن يوما غدر. فأنا وحيد في ليالي البرد، حتى الحزن صادقني زمانا ثم في سأل هجر. إني أحبك. الصداقة بين جيلين بقدر فوائدها بقدر ما هي مؤلمة. أنا اتعلمت ده من أمي بالمناسبة، لأنها كانت تعاني من الموضوع ده، أنه كل الأصدقاء أكبر منها بجيل كامل، يمكن جيل ونص. فمع تقدم العمر والوفاة فتشعر بالوحدة، ده إحساس مخيف برضو. هي فيها إيجابيات وفيها سلبيات. فيها سلبيات أن أنا ما عشتش جيلي، ما هو برضو كل جيل له مواصفاته. يعني طبعا يعني أنا كان حظي، مش هقول قدري، إن أنا لقيت نفسي مع هيكل، مصطفى أمين، محمد عبد الوهاب. حضرتك قلت لي كنت بقابل الأستاذ هيكل مرتين كل أسبوع، والموسيقار محمد عبد الوهاب في ساعة حديث تليفوني يومي، نتكلم بالليل في التليفون. رياض الصنباطي كان رجل صعب انك تقرب منه، كان يكلمني يقول لي تعالى، لدرجه انه ساعات كان يشتكي لي من حاجات خاصه، يعني من الدنيا، من الدنيا كلها. يوسف ادريس كان رائع عظيم. وبعدين بس ده بعدني عن جيلي، ودي برضو نقطة سلبية. يعني تعرف بس ساعات بتبقى أريح برضو أساس، يعني ما أعرفش، ما عشتش مغامرات عمري، مش يعني ما أخدتش شقاوة جيلي. بس يعني حاجة كده توصل لفردوس مفقود برضو، لأنه بتاخد كم خبرات من شخصيات شديدة التنوع، شديدة الثراء، كبيرة جدا، ضخمة جدا، وده بيخلق نضج سريع جدا للتجربة. ده صحيح، لكن أنا كنت سعيد يعني أنا كنت صديق للشيخ الشعراوي، ولذلك ما بدافع عنه دلوقتي، لأن أنا عرفت خالد محمد. أنا عارف خالد محمد خالد. كان أجمل جلساتي مع خالد محمد خالد في المنيل، وكان ساكن في شقة فوق في الدور السادس من غير أسانسير. ولما تعب كان بنى بيت صغير في المقطة، فراح قعد فيه، ألح على أولاده وقال لهم ودوني الشقة القديمة. القديمة أنا مش مستريح. فيعني عايز اقول لك انها هي تجربه انا سعدت بيها، وكانت ادتني قدر من الثراء والعقلانيه وعدم التشنج او فكتاباتي اتسمت
بقدر كبير من الاتزان والموضوعية، بحيث ان انا لا كنت لان انا حققت شيء بدري، ما بقيتش الاضواء قضيتي. التحقق كان مبكر. بالظبط كده. فكنت وبعدين انا استفدت من الناس دي في حوارات ومناقشات، بجانب يوسف والدي. والدي كان عالم أزهري رحمة الله عليه، وكان مستنير جدا. هو اللي علمني أسمع أم كلثوم وأنا صغير، وعلمني عبد الوهاب إزاي، وكان يقرأ القرآن بقراءته العشر. الله. وخلاني أخطب الجمعة بالناس وأنا عندي 14 سنة. برضو ما هو ده كان اختبار تاني. فعايز أقول لك يعني كلها حاجات أضافت ليا. وحتى لو كان في إحساس حاليا بالفقدان، فأنا ده القدر والعمر والزمن يعني. يمكن أنا في البداية خالص، حتى يا أستاذ فاروق أنا بتكلم، قلت أنا مش من الناس اللي تشوف أنه في هناك تعارض ما بين الصحافة وما بين الشعر والأدب، لكن أقدر أقول أنه في أغلب الأحوال وفي أعمها، مش هقول كلها بالجملة، الصحافة ممكن تاخد الشعر والأديب، وأحيانا أخرى الشعر والأدب بياخدوا الصحفي. في الحالة بتاعت الأستاذ فاروق، وده كان بالنسبة لي دايما لفت للنظر، رجل خبطات بالتعبير الصحفي وحملات بالتعبير الصحفي وتحقيقات مهمة بالتعبير الصحفي شديد التميز، وشاعر عظيم جدا. فلا الصحفي خد من الشاعر والأديب وبعده، ولا الشاعر والأديب أبعد الصحفي واكتفى فقط بالشعر والأدب، ودي معادلة شديدة الصعوبة. أنا أعترف لك أنا عايش من ألمي، ولم يكن أمامي طريق آخر. يعني أنا لم يكن أمامي، عشان يعني أنا عندي التزامات طبعا، وأب وعندي أسرة، وابتديت حياتي الأسرية صغير. فالصحافة كانت بالنسبة لي، أنا كمان أعترف أن أنا حبيت الصحافة يعني. فالمنافسة دي أفادت الاثنين. إزاي؟ إن أنا أكتب المقال بإحساس الشاعر. حلو. يعني أنا لا أتخلى إطلاقا عن مشاعري وأنا أكتب المقال. لكن في ضرورات بقى خلقت في نوع من يعني أنا الكتابة اليومية بالنسبة لي عبء، لكن لما الأهرام اتفق معايا وكان الوسيط الأستاذ هيكل رحمة الله عليه وفات، لكن الكتابة اليومية بالنسبة لي تجربة صعبة برضو. أكيد. حتى الآن، لكن هي قربتني من هموم الناس. يعني هي بقدر أحيانا أبعدتني عن الشعر، بس هموم الناس دي نقلت على شعري. يعني ما بقاش صحافة بس، لا، ده بقاش صحافة وشعر ومسرح. أيوة، ومسرح. وبدليل أنا ما عملت الوزير العاشق. أيوة. أنا عملتها في 30 سنة، كنت 30، قلت وانا بكتب فيها لو نجحت يبقى خير من ربنا، لو ما نجحتش هيقوله صغير ولسه هيجرب. صح. فكنت بقنع نفسي، يعني انت عارف، يعني انا في حالة حوار مع نفسي ان انا الوزير العاشق. الوزير العاشق سميع أيوب، هي ربنا يشفيها، بتمر آمين آمين يا رب.
كسرت الدنيا الوزير العاش. يعني أنا بصيت لقيت 120 مقالة كتب عنه. الله. في مصر والدول العربية وبره مصر وعرضت بقى في كل الدول العاصمة العربية. لدرجة أن يوسف إدريس أما راح شافها في مهرجان دمشق، أنت عارف ده ملك المسرح يوسف طبعا، فقعد على الأرض هو ودريد لحام، ما لقوش كرسي، فكتب ده في الأهرام يومياه، قال ما تخيلتش مسرحية الفاروق ويدا إن أنا أقعد على الأرض. فالتجربة نجحت. فبعد كده عملت الوزير العاشق ودماء على ستار الكعبة والخديوي، والخديوي محمود ياسين كان طبعا كان رائع طبعا يعني. فال ال ال الصحافة هي برضو مهنة تتحب. يعني هي مش أنا مش خارج السياق، لا لا. وبعدين أنا ابتديت صحفي. صح صحيح، أنا كتبت الشعر وأنا عندي 15 سنة أو أقل، ولكن الصحافة أهم من ده كله إن هي ادتني مساحة أن أنشر مقالاتي وشعري. أنا عايز أرجع على دماء، على ستار الكعبة. ليه أو إيه اللي كان بيدور في ذهن أستاذ فاروق عندما اتخذ قرارا بكتابة هذه المسرحية؟ وإيه اللي مر بذهنه وهو بيكتب دماء على ستار الكعبة؟ قضية الحرية. قضية الحرية هي قضية أي شاعر أو مبدع أو أي كاتب ألا يشعر أنه عليه حصار بأي شكل من الأشكال. أي حصار فكري، حصار سلوكي، حصار اجتماعي، ضغط اجتماعي، يعني هي قضية الحرية. وخدت النموذج الحجاج. نموذج قاسي وعنيف مع انه كان خوج، انت عارف كان يعني هو كان مثقف جدا جدا وشاعر جميل يعني هو حدوته في حد ذاته، عنده متناقضات مخيفه وانا في اوقات كثيره في النص تعاطفت معاه. قال لهم سيجيء بعدي ألف حجاج جديد. فيعني اخترت النموذج اللي له أولا معروف في الثقافة العربية ومعروف تاريخيا وسلوكيا وكل اللي دار حواليه. اختياري انا كنت عايز اناقش قضيه حريه المبدع. وبعدين الصراع بقى ما بين الفكر والابداع والحريه وده برضو انا عديت عليه في ابن زيدون اما اتسجن وهو اتسجن فعلا يعني مع ولاده. وحتى لما جيت الخديوي انا ما كنتش بعيد بقى عن الواقع المصري. احنا الوقت خدنا وللاسف هو خلصت الحلقه، بس خليني وانا بختتم الحلقه انه دماء على ستار الكعبه انا اتفرجت عليها وكنت عيل صغير، فتسببت في ان انا حبيت الحجاج ابن يوسف الثقفي بالظبط ولا زلت اهاجم حتى هذه اللحظه عندما اتحدث عن الحجاج وانا كثير الحديث عنه وبلتمس له اعذار طول الوقت ومبررات انسانيه يعني بالمناسبه يعني. فاستاذ فاروق انا وانا بختم حضرتك غيرت في انماط تفكير بتاعت جيل اتولد في السبعينات زي حالتي،
وانا اتذكر ليا واحد صاحبي كان اسمه هيثم، وكان هيثم عنده محاولات شعريه، وكنا دايما واحنا في سن الاعدادي وثانوي نقول له هيثم انت عايز تبقى ايه؟ عايز تبقى شاعر زي مين؟ فيقول لي زي فاروق جويده، ما حفظ اللقب طبعا، بس قال لك زي فاروق جويده، انا عايز ابقى فاروق جويده. فانا النهارده سعادتي بالغه الى ابعد الحدود. الله يخليك. وانا فعلا نالني عظيم الشرف، وانا هعمل زي الاجيال اللي كانت اكبر مني، هفضل متعلق بالجيل الاكبر، اطلب صداقته واطلب ان انا اتعلم على ايديه. فاسمح لي دايما يا استاذ فاروق ان انا من وقت للتاني ابقى ازعج حضرتك بمقابله، واجي كده اقعد مجرد التمس السمع ليس الا. لا انا سعدت بيك وسعدت. انا بقى لي 10 سنين ما طلعتش عندكم على فكره هنا. الله، ده انا على كده حظي حلو بزياده. ده 10 سنين ده انا كده حظي حلو بزياده. انا بقول لك هم 10 سنين بالظبط. فيعني انا سعيد ان انا كنت معاك، وانا بتابعك على طول. يا بختي. والحقيقه انا معجب قوي بتجربه التلفزيون المصري ماسبيرو، شايف فيه تقدم كبير جدا. التطوير اللي حصل في الاولى عظيم بصراحه. يا ما كنت بدافع عن ماسبيرو وانا عضو في مجلس الأمنة زمان، لأن أنا شايف إن ده تلفزيون مصر اللي يجب إن احنا ندعمه ونحرص عليه ونديله كل فرص الانطلاق والنجاح. وأنا شايف إن فيه الحقيقة خطوات كتيرة مبشرة. ده صوتنا وصورتنا ووجداننا، فيعني يا ميسر الحال. انا عايز اشكر حضرتك مره كمان إن شاء الله. او عشرات المرات افضل اشكر حضرتك يوزي. ولن اوفيك حقك. كل الشكر ليك يا استاذ فاروق. انا اتشرفت واتنورت. وهنعمل ايه بقى؟ ما هو فعلا فعلا كل ما هو جميل بيخلص بسرعه قوي زياده عن اللزوم، لكن ادي حال الدنيا. خلصت حلقتنا للاسف الشديد. كريم ده كريم جوه الاستوديو. كريم هيبدا برنامجه رقم 10 حالا، واحنا لو كلنا العمر نقابلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.